على امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط يأخذ فريق من الباحثين عينات من تحت الماء. في العينات التي يحملونها إلى السطح يأملون العثور على آثار كائن حي جديد. في الواقع لطالما كانت هذه الكائنات الحية موجودة، لكنها ظلت غير مرئية، لم نتعرف عليها حتى السنوات الأولى من القرن الحالي. طوال تسعينيات القرن العشرين ظن العلماء أنهم يتعاملون مع بكتيريا كبيرة غير معروفة، وأخيرا أدركوا أنه فيروس، لكنه فيروس ذو أبعاد هائلة وخصائصه تتناقض مع كافة قوانين علم الفيروسات. واعتبارا من تلك اللحظة انطلق بحث امتد حرفيا إلى كل أصقاع الأرض. ما ماهية هذه الفيروسات الجديدة التي جرى اكتشافها واحدا تلو الآخر؟ لما لم يجري التعرف عليها من قبل؟ ما الخطر الذي قد تمثله؟ وإن كان مكانها الفعلي في العالم ما زال لغزا، فقد أيقظت من جديد النقاشات الأولية بشأن تعريف الحياة وأصولها. هذه قصة اكتشاف عوامل غامضة هزت العلم الحديث. الفيروسات اللاعملاقة. بدأت الحكاية عام 1992 في أنابيب مختبر مستشفى برادفورد شمالي إنجلترا، بينما كان عالم أحياء يعمل على تفشي وباء حمى الفيلق قام بعزل ميكروب غامض. وبالكاد خيل إليه في تلك اللحظة أن اكتشافه سيعصف بتاريخ علم الفيروسات. هذا هو الرجل الذي أشعل شرارة هذه الثورة الصغيرة، تيموثي روبوتام. لكن اليوم لم يعد تيموثي عالم ميكروبيولوجيا، فقبل بضع سنوات وحين لم يعرض عليه مكتب الصحة العامة في المملكة المتحدة أي منصب ضمن مجال خبرته، تخلى تيم عن البحث لينشئ مركزا لتجارة الحديد والخردوات في شيبلي القريبة من برادفورد. بدأت هذه المغامرة العلمية بصعوبة هائلة واجهها تيم في محاولة منه للتعرف على هذا الكائن الغريب الذي وجده في برادفورد وكان يصيب الأميبيات. الأميبا هي كائنات حية تتكون من خلية واحدة تفضل البيئات الدافئة الرطبة، وغالبا ما تصاب بالبكتيريا مثل البكتيريا الفيلقية التي تشتهر بتسببها بالأمراض التنفسية، وهي عدوى خطرة تصيب الجهاز التنفسي. ما كنا نبحث عنه هو البكتيريا الفيلقية. أردنا معرفة المزيد عما يوجد في أنابيب الميكروبات هذه، وما وجدته كان هذا الشيء الغريب الذي لم أشاهده من قبل، وقد سميته برادفورد كوكس لأنه كان لدي ميكروب آخر من شيفيلد وآخر من ليدز، لكن ميكروب برادفورد كان مختلفا بعض الشيء. عجز تيم عن فهم ما رآه، كان حالة تسمى ميكروبا غير صحيح. ظننت أنها كانت مجرد بكتيريا، لم يخيل إلي أن يكون الفيروس عملاقا مطلقا، لأن الفيروس ضئيل لا يمكنك عادة رؤيته تحت المجهر الضوئي. أما هذا فيروس برادفورد كوكس فقد كان مرئيا بوضوح تحت المجهر. حسنا، دعونا نركز لحظة على عالم الميكروبات هذا المخبأ عن أعيننا. إنه عالم يحكمه نوعان رئيسيان من الكائنات، البكتيريا والفيروسات، وغالبا ما يجري الخلط بينهما بالرغم من اختلاف خصائصهما، ومع ذلك يجمع بينهما قاسم مشترك، فكلاهما غير مرئي لنا، ومع ذلك فهما في كل مكان، حولنا، على أجسادنا، داخلنا، كائنات تقوم بتلويثنا، استعمارنا، ومساعدتنا على العيش أيضا. لا ندركها معظم الوقت إلا في حالات انتشار حمى أو تفشي مرض على وشك أن يتحول إلى وباء ويتأخر وصول إمدادات اللقاحات.
جاءت الثورة الكبرى لعلم الميكروبيولوجيا من خلال دراسات البكتيريا التي أجراها لويس باستير في نهاية القرن التاسع عشر. ومع أنها قد لوحظت في القرن السابع عشر بفضل المجاهر الأولى، لم تجري دراستها وفهمها إلا على يد باستير، وهي كائنات حية تتكون عموما من خلية واحدة، وهي تحمل الأمراض المعدية المهولة، فأوبئة مثل الكوليرا والطاعون والسل ترجع إليها. أما تاريخ الفيروسات فقد بدأت كتابته عام 1892 حين واجه عالم الأحياء الروسي ديمتري إيفانوفسكي مشكلة كبيرة. مسبب المرض الذي كان يظنه مسؤولا عن مرض تبرقش التبغ كان غير مرئي نهائيا للمجهر، وقادرا على الإفلات مما كان يعد حينها آلة العجائب، مرشحة تشامبرلين المصممة لالتقاط البكتيريا. بعد ست سنوات وضع عالم الميكروبيولوجيا الهولندي مارتينوس بايجرينك هاتين الفرضيتين جانبا، وللمرة الأولى منح هذا العامل الممرض الدقيق اسم فيروس، وهو اسم مشتق من اللاتينية ويعني السم، وقد تمكن من عزله عن طريق ربط مرشحات دقيقة جدا بمرشح تشامبرلين. بعد أكثر بقليل من نصف قرن من العمل الذي قام به بايجرينك، حصل الأمريكي فاندل ميريديت ستانلي على جائزة نوبل عن دراساته على الفيروس نفسه المسؤول عن مرض تبرقش التبغ، لكنها كانت جائزة نوبل للكيمياء لا لعلوم الأحياء، لأن الفيروسات لم تكن بعد تعد كائنات حية بل مجرد عناصر كيميائية. وضع الفرنسي أندري الفوف التعريف الحديث للفيروس، فقد كان في الأساس مربعا هندسيا صغيرا خاملا يطلق عليه العلماء اسم جسيم فيروسي أو دخيل، وهو يحتوي على بضع عشرات من الجينات ويحتاج للتطفل على مضيف كي يتكاثر، وهو شبه قرص قابل للإزالة. إن لم يوصل بالحاسوب فلا يمكنك فعل الكثير به. كان هذا المعتقد السائد حتى مطلع القرن الحادي والعشرين. ففي العام 2003 ذهب عالم الأحياء الإنجليزي ريتشارد بيرتلز إلى مرسيليا للحصول على إجازة ما بعد الدكتوراه، وفي حقائبه كانت العينات التي أودعت معه من قبل تيم روبوتام، بما فيها برادفورد كوكيس الغامض الذي كان لا يزال يعد نوعا غريبا من البكتيريا الفيلقية. لكن لم يتمكن الإنجليزي ريتشارد ولا فريق العمل في مرسيليا من اكتشاف سره. ديديرا وولت الاختصاصي في الأمراض المعدية والبروفيسور في كلية الطب في مرسيليا يدير المختبر الذي رحب بالشاب ريتشارد ويتذكر ما جرى أيضا. كنا أول مختبر لعلوم الأحياء المجهرية يشتري منظما أوتوماتيكيا من أجل تحليل البكتيريا غير المعروفة، وبهذا أصبح ذلك مجال اختصاصنا. بدأنا باختبار مجموعات كاملة من هذه الميكروبات، وبالتالي حين كان ريتشارد بيرتلز يبحث عن مكان ليجري فيه بحوثه لإجازة ما بعد الدكتوراه، قصدنا ليتمكن من استخدام هذه التقنيات للتعرف على مجموعة البكتيريا التي يحملها بحوزته والتي حصل عليها من تيم روبوتام، والتي جرى تحديد كيمونة أول خمسة بينها كأنواع من البكتيريا الفيلاقية. أطلقنا على أحدها اسم ليجيونيلا روتوبوتامي، وذلك تكريما لروبوتام الذي فرز، ثم غادر قبل أن نتمكن من التعرف على النوع السابع، ولم نتمكن من تحديده لأن هذا الجهاز الذي يفترض أن يكون شاملا للبكتيريا على المستوى العالمي لم يفلح في ذلك. في المختبر كان عالم أحياء مخضرم وشغوف بالألغاز يدعى برنار لاسكولا قد شعر بأن الحاجة تدعو إلى منهج جديد أو وجهة نظر جديدة. في ذلك الوقت كنت قد بدأت أجد متعة كبيرة في تعريف البكتيريا الجديدة، فقد حاولت التعرف على هذه البكتيريا بعد عدد من المحاولات الفاشلة. في النهاية قلت لنفسي فلنرى كيف سيبدو شكلها تحت المجهر الإلكتروني، ربما يوصلني هذا لطرف خيط، لكنني لم أكن أتخيل أنه قد يكون فيروسا. كنت أفكر في أنه لابد من أن يكون بكتيريا غريبة نوعا ما، وهكذا اطلعنا على العينات ورأينا أشكالا غريبة نوعا ما، ولم تكن شبيهة بأشكال البكتيريا لأنها كانت أشكالا هندسية. إن كانت أشكالا هندسية فهذا يعني أننا إزاء فيروس. فهمت أن ما وجدته كان شيئا مثيرا للاهتمام، وقد بدا لي أنه فيروس جديد.
كان ذلك في العام 2003، كنت هنا حين رن الهاتف، وكان المتصل برنارد لاسكولا من مارسيليا. كان يقول: لقد واصلنا العمل على برادفورد كوكس وهو ليس من البكتيريا. وقلت له: لكنني لا أظنه من الفطريات أو الطحالب. فقال: إنه فيروس. وأجبته: فيروس كبير إذن. وقال لي: بل الأكبر، وسيدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية. أجل، لقد صدمت كثيرا. مرحبا، أهلا، معك ريتشارد. أجل، تشرفت بلقائك. هل أنت بخير؟ أجل، جيد. التقت مرة أخرى بريتشارد الذي يعمل الآن أستاذا في جامعة ستانفورد في مانشستر. إنها المرة الأولى التي يرياني فيها بعضهما بعضا منذ زمن بعيد، ولولا الحدس الذي تمتع به كل منهما لم يكن أي من ذلك ليحدث. كان تيم يقوم بمحاولات يائسة لإيجاد مكان لها وسط هذه الأنظمة الغامضة، وقد ناقشت الأمر مع رئيسي في لندن الذي قال: اسمع، لن نفعل أي شيء ما دمت هنا يا ريتشارد، لما لا تأخذها إلى مارسيليا؟ ربما يمنحك ديدييرا وولت بعض الوقت من عطلته الأسبوعية للعمل معك. كانت لتدمر لو لم يقم ريتشارد بنقلها، لا أحد كان يريدها. والآن نرى اكتشافنا كوكس في الصحيفة المحلية. لقد نشروا هذا الرسم حيث نرى الفيروس العملاق في الثلاجة. في الواقع لم أكن سوى وسيط، لقد أديت دور الوسيط بين لندن ومارسيليا، لكن أجل، كان ذلك رائعا، كان اكتشافا رائعا. صحيح، كان مذهلا بالفعل. ها هو الاكتشاف. كان برادفورد أكبر الفيروسات، وكان أول الفيروسات العملاقة المكتشفة على الإطلاق، وقد أعيدت تسميته ميني فيروس. نشر فريق ديدييرا وولت في مارسيليا اكتشافهم لميني فيروس الذي يرمز رسميا لمصطلح الفيروس المحاكي، وهو الفيروس الذي يشابه البكتيريا جزئيا. وهنا أدى باحث آخر دورا رئيسا، وهو جان ميشيل كلافيري الذي كان في ذلك الوقت قد عاد لتوه من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شارك في مغامرة ترتيب تسلسل الجينوم البشري. وإلى جانب شونتال تمكن من وضع التسلسل الكامل لميني فيروس وإنشاء هوية دقيقة لهذا الوحش الصغير المدهش. ما أحمله يسمى المجسم المنتظم العشرينية الأوجه، وهو يمثل كيف رأى الكثير من الناس معظم الفيروسات الصغيرة، وهي منتظمة جدا وتتكون من أشياء ذات 20 وجها في الداخل. هناك الجينوم، لكن ميمي فيروس الجديد حين ظهر أمام أعيننا الذاهلة تحت المجهر بدا أشبه بشيء بهذا الحجم هكذا، إلا أنه كان ذا أبعاد هائلة مقارنة بما كان معروفا لنا. المفاجأة الثانية التي كان ميني فيروس يخبئها اكتشفناها حين وصلنا إلى الداخل وبدأنا بدراسة الجينوم الخاص به في فيروس تقليدي. نحن ننظر إلى ما يقارب 10,000 أو ربما 100,000 من النيوكليوتيدات كما نسميها، ويمكن اعتبارها أحجار البناء. في هذا الفيروس وصل عددها إلى مليون أو أكثر بقليل حتى، ما يعني أن هناك حوالي 1000 جين تكون هذا الفيروس، أي قرابة 1000 بروتين. بينما في الفيروسات التقليدية مثل فيروس نقص المناعة المكتسب والمسمى بفيروس الإيدز لا نجد أكثر من 12 جينا. لم يسبق أن شهد شيء كهذا الفيروس المعقد من قبل، لكنه على الرغم من ذلك لا يزال فيروسا.
إذن ما هي طريقة العدوى وكيف يغزو ضحاياه؟ الأميبا في البيئة السائلة التي تحبها تصادف ميني فيروس، ونظرا لحجمه الكبير فهي تفترض أنه طعامها المفضل وهو البكتيريا. وفي اللحظة التي يلتقيان فيها تتصل شعيرات ميني فيروس بغشاء الأميبا، فتتذوق الأميبا أطراف الشعيرات لتجدها حلوة المذاق كما تلك التي تحملها البكتيريا. حينئذ تنشر الأميبا التي جرى تضليلها أصابعها التي تشبه المجسات، وتغلف ميني فيروس إلى أن تلتهمه تماما. وفق المبدأ تقوم الأميبا بهضم وجبتها أثناء احتجازها داخل الفجوة اليبلوعية التي تشبه الفقاعة، لكن في هذه الحالة يفتح ميني فيروس فمه الذي يشبه النجمة ويبدأ بامتصاص غشاء الفجوة اليبلوعية مشكلا نفقا يمثل نقطة دخول مباشرة إلى داخل الأميبا. يمكن الآن للجسم الدخيل أن يبدأ بالعمل. يرسل ميني فيروس حمضه النووي إلى السائل الداخلي للأميبا، وهناك يمكنه الشروع بنسخ جيناته، أي أن يقوم بطباعة نسخ من جيناته باستخدامها. بهذا فهو يسير الأميبا لبناء كل الأدوات اللازمة لإنشاء فيروسات ميني فيروس جديدة، وبهذا يبدأ الاختراق الكبير. وبينما تصنع البروتينات الفيروسية، يغطى الحمض النووي للفيروس نفسه بغشاء ليفي كوسيلة حماية ضد دفاعات الأميبا. وضمن عملية الحماية هذه يجري تشكيل المزيد والمزيد من النسخ الكاملة للحمض النووي لميني فيروس الذي يحتل ويبتلع كل مكونات البنية الأولية الخاصة بمضيفه. لقد أصبح الأخير مصنعا حقيقيا للفيروسات، يمتلئ شيئا فشيئا بمئات النسخ من حمض ميني فيروس النووي. وعلى سطح مصنع الفيروسات هذا تبدأ البراعم بالظهور. يتلقى كل منها نسخة من الحمض النووي للفيروس قبل أن تنفصل عن المصنع. يتحول سطح مصنع الفيروسات بأكمله إلى برعم بالآليات نفسها، ما يؤدي إلى ولادة المئات من فيروسات ميمي الجديدة، وهي نسخ مطابقة للأصل الأول الذي أصاب الأميبا. تكثر هذه النسخ إلى حد تملأ معه الأميبا بالكامل، حتى تنفجر هذه الأخيرة في نهاية المطاف، ما يؤدي إلى موتها وإطلاق الفيروسات الوليدة في محيطها. عندما بدأنا بتحليل هذا الفيروس رأينا عددا من الأشياء المدهشة. بداية أدركنا أنه فيروس لأنه لم يكن يحتوي على العناصر الضرورية لنقل البروتينات، إذ إن الفيروسات تعتمد كليا على مضيفاتها من الكائنات الخلوية للقيام بمهمات من هذا النوع. لكن الغريب كان أن لديها بعض عناصر هذا النظام، كما لو أنها خلفت من قبل نظام أحفوري قديم لم يعد يؤدي أي وظيفة، لكنه كان موجودا كنظام كامل قبل ملايين وملايين السنين. من هنا جاءت الفكرة التي كانت جديدة كليا آنذاك ولا تزال موضع جدل واسعا، وهي تقوم على أن الفيروس العملاق قد أصبح في نهاية المطاف نوعا من الخلايا القديمة والمتدهورة جدا التي فقدت بشكل مستمر المزيد من جيناتها ووظائفها، ما أجبرها على الاقتراب من الكائن الطفيلي. من أين أتى ميني فيروس؟ هل كان أسلافه كما يقترح كلافري من الخلايا التي تطورت لتصبح طفيليات؟ المشكلة كانت أنه في منتصف عام 2000 انصبت كل التكهنات على العامل ميني فقط، على عامل واحد. أيمكن أن يكون ظاهرة شاذة وحشا معزولا؟ للحصول على تقييم أعمق وأكثر تأكيدا كان لابد من العثور على فيروسات أخرى. جرى تنظيم حملة بحث، لكنها كانت ترمي للعثور على فيروسات أخرى مثل ميني فيروس. كان من الضروري العثور على مخابئها، وكان معروفا أنها تحب الانتشار حول الأميبا، لذا كان عليهم أولا العثور على الأميبا. عام 2008 اكتشف فيروس عملاق جديد عثر عليه مثل ميني فيروس داخل الأميبا
مختبئا في قنوات التكييف الهوائية. بهذا أزيل القناع عن نوع آخر من فصيلة ميمي فيروس، كان أكبر حجما وذا جينوم أكثر تطورا، وحاز اسم ماما فيروس. وبهذا لم يعد ميمي فيروس وحيدا. أرسل ماما فيروس مباشرة إلى مختبر راولت وبرنارد لاستولا في مرسيليا، ومن هناك أتت المفاجأة الثانية. لقد أصيب الفيروس العملاق بفيروس صغير ذي أبعاد طبيعية، سمي الفيروس سبوتنيك. إذن فقد ظهر نوع جديد من الفيروسات، وهو فيروس الفيروسات، فيروس آكل كما يسميه العلماء. الفيروس الآكل صغير جدا ويشغل حوالي 20% من حجم الفيروس العملاق ميمي فيروس، ولكي يدخل الجسم المضيف فإنه يستفيد من الفتحة التي يحدثها الفيروس الكبير، لأنه بحد ذاته صغير جدا بحيث لا يمكن للأميبا رؤيته، وبالتالي لن تخلط بينه وبين الغذاء، وبمجرد أن يدخل فهو ينتظر بصبر بينما يقوم الفيروس الكبير بإنشاء المصنع الفيروسي، وحين يحدث ذلك ينتهز الفيروس الآكل الفرصة ليقفز إلى الداخل وينسخ الخريطة الجينية الخاصة به منتجا الجسيمات. فالمسألة في جذرها عبارة عن إصابة فيروس بعدوى فيروسية، مما يفضي إلى إصابة الفيروس العملاق بمرض. أثار هذا الاكتشاف المزدوج التشكيك في تصنيف الفيروسات العملاقة ككائنات حية. إن كان فيروس مثل الفيروس الآكل يحتاج إلى التطفل على ماما فيروس بهدف العيش أو استخدام آلياته للتكاثر، أيعقل أن يعد ماما فيروس كائنا حيا؟ لم يسبق أن كانت حدود مفهوم الحياة مبهمة لهذه الدرجة. ففي النهاية وبرغم درجة تطورهما، ما زال كل من ميمي وماما فيروسين. إذن كائنات حية أم غير حية؟ يدير باتريك فورتير مختبرا لعلوم الأحياء المجهرية في معهد باستير، وإليكم وجهة نظره في هذا الموضوع. يرى الكثير من الباحثين أنك لتكون حيا يجب أن تمتلك خلية وتفاعلات حيوية مستمرة. لقد أدركت أنهم يعدون الفيروسات كائنات غير حية، وذلك لأننا نميل على نحو أساسي إلى تحجيم الفيروس وحده بتصنيف كجسيم فيروسي. في الواقع الجسيمات الفيروسية كيانات خاملة ولا تجري عندها تفاعلات حيوية، إلا أن الفيروس لا يقتصر على هذا، كما أن له مرحلة معدية حيث ينشر جيناته وينسخها داخل الخلية المصابة. لقد اقترحت مفهوما جديدا، دعنا نسميه مفهوم الخلية الفيروسية، مع النظر للغرض الدقيق المتمثل بإبراز هذه المرحلة التي يقوم الفيروس خلالها باحتلال الخلية المصابة، وهي عبارة عن بكتيريا أو أركيا أو يوكاريوت وتحويلها إلى فيروس، لأن هذه الخلية المصابة لا تستطيع في أحيان كثيرة إبراز جينومها الذي ربما يكون قد تعرض للتلف بسبب الفيروس. ما تبقى لدينا الآن هو خلية لا تحتوي إلا على الجينوم الفيروسي في حالات معينة. هذا الجينوم الذي سيجري تكراره وسيجري نشره هنا، يمكننا اعتبار الفيروس حيا. الأمر مرعب حين تفكر فيه إن الفيروس يستحوذ على الخلية بالكامل وبطريقة ما يحولها لتصبح هو نفسه. لهذا السبب أقول إن الفيروسات حية. قد لا يبدو هذا الأمر جللا، لكنه ثورة مفاهيمية صغيرة في عملية النشوء، لأننا إذا قبلنا أن تكون الفيروسات وبالتالي الفيروسات العملاقة كائنات حية أو مشاركة في عملية حيوية بأي شكل كان، عندئذ فإن ميمي وأبناء عمومته ثمرة تاريخ طويل نسبيا مثلنا تماما، ويجب أن يكون له مكان في شجرة الحياة. منذ اكتشاف ميمي فيروس لم ينفك الباحثون يناقشون هذا السؤال: هل للفيروسات العملاقة مكانها في شجرة الحياة؟ فعلى مر التاريخ سعى الإنسان باستمرار إلى تصنيف العالم من حوله ولتصنيف الأنواع الحية، وسرعان ما أدى هذا الجهد إلى وضع ما يسمى شجرة الحياة. في القرن 18 أسس عالم الطبيعة المجد كارل فون ليني أول نظام تصنيف للأجناس المختلفة بناء على خصائصها الفيزيائية. في وقت لاحق قدم داروين فكرة التطور ورسم في أحد دفاتر ملاحظاته تلك الشجرة التي أظهرت كيف تتفرع الأجناس من سلف مشترك. أول رسم تخطيطي لشجرة تطورية، الشجرة التي سيجري إعادة رسمها وتعديلها مع تقدم المعرفة.
في النصف الثاني من القرن العشرين ظهر تصنيف يعتمد على المعرفة الجديدة في المجال الجيني، وقد قام بتنظيم العالم الحي بأكمله بشكل مختلف عما قام به لينه. وفي أسفل هذه الشجرة التي تعرف باسم شجرة التطور، حيث يمكن العثور على فرعين رئيسيين يسمى كل منهما المجال. الأول هو اليوكاريوت أو البدئيات، وتعني حرفيا الكائنات الحية التي تحتوي خلاياها على النوى، وهي النباتات والحيوانات والفطريات ونحن. والثاني هو بدائيات النواة أو البروكاريوت، وهي الكائنات الحية التي لا تملك النوى والتي تعني البكتيريا. تخيلوا قاعة كبيرة ذات جدران عالية بشكل غير متناسب. أسفل أحد هذه الجدران تتكئ صور أسلافنا في انتظار أن يجري تعليقها، لكن الصورة الأولى التي يجري تعليقها هي صورة سلف مشترك لمجالي الحياة الكبيرين. إنه لوكا، وهو اختصار السلف الشامل الكوني الأخير، ومنه ينمو فرعان من الحياة، ومنهما تمتد الشجرة الضخمة بكاملها. عام 1977 اقترح المتخصص في التطور في الولايات المتحدة كارل ووز تقييم مجال البروكاريوت إلى قسمين، البكتيريا من جهة والأركيا من جهة أخرى. حتى ذلك الحين كانت البدئيات تعد شكلا من أشكال البكتيريا. يبدو أنه أمام استمرار الاكتشافات يمكن تكييف شجرة التطور، وهذا يفتح إمكانية قبول مجالات أخرى للحياة. وماذا لو شغلت الفيروسات والفيروسات العملاقة مجالا جديدا للحياة؟ أين سيكون موقعها من الشجرة؟ أين على جدارنا الهائل يمكن أن نعلق صورة ميمي فيروس؟ مورغان غايا عالم ميكروبيولوجي شاب في معهد باستير إلى جانب باتريك فورتير يعمل على الروابط الأبوية بين الفيروسات بمساعدة أدوات متطورة لمعالجة البيانات، وهو سلطة تحظى بالاحترام في النقاش الدائر حول الفيروسات العملاقة ومكانتها في شجرة الحياة. ومثل باتريك فورتير يعتقد أن من الضروري تصنيف الفيروسات الكبيرة المعروفة سلفا مع الفيروسات الكبيرة في عائلة واحدة تسمى ميجا فيراليس. برأيي ميمي فيروس وميجا فيراليس تحظى بمكانتها اليوم في هذا المكان بالذات، لأنها يمكن أن تصيب مجموعة كبيرة من اليوكاريوت أو حقيقيات النوى، ما يوحي بأن أول أسلاف الفيروسات العملاقة كانت تصيب خلايا الكائنات الحقيقية النواة. بالطبع هذا مجرد حد أدنى. يمكننا أن نتخيل بسهولة أن أسلاف كبار الفيروسات كانت تصيب الخلايا قبل هذا الفصل بين حقيقيات النواة والأركيا، وبالطبع يمكننا توسيع هذه الفرضية إلى أبعد من ذلك، إلى إمكانية أن أسلاف كبار الفيروسات كانت تصيب لوكا. إن كان للفيروسات العملاقة مكانها في الشجرة، وإن كان أسلافها موجودين في وقت وجود لوكا، فهذا يعني أن في وسعها الانتماء فعلا إلى فرع جديد من الحياة. وما هو أفضل حتى إن كانت قادرة على أن تصيب لوكا وتتفاعل معه، فقد تكون قادرة اليوم على مساعدتنا لمعرفة ما كان عليه الأمر، وأن تساعدنا على العثور على مفتاح لرسم صورة لوكا. على أي حال، فإن فرضية المجال الرابع من الحياة التي تثيرها هذه الفيروسات العملاقة الأولى تسبب ضجة كبيرة. المسألة اللافتة المتعلقة بالفيروسات هي أن وجود عدد قليل جدا من الجينات يعني أن من الصعب جدا بناء شجرة لتاريخ هذا الجين، وبما أن ميمي فيروس يحمل الكثير من الجينات، فلهذه الفيروسات العملاقة خريطة جينية كبيرة، وهذا يمكننا من الربط بين البكتيريا البدئيات وحقيقيات النواة، وهي تشكل فرعا منفصلا، ما يعني أنه ليس مشتقا من شيء كان موجودا مسبقا. ولدت أربعة فروع، أحدها يحمل جينات الفيروسات العملاقة، وجينات أخرى للأركيا، وثالثة لحقيقيات النواة، ورابعة للبكتيريا.
في وقت اكتشاف ميمي فيروس وابن عمه القريب ماما فيروس، وقعت شونتال وكلافيري ضحية إغراء فرضية المجال الرابع. ومع الاكتشافات التي تلت ذلك، ابتكرا تدريجيا نسخة أخرى مما قد يكون أصاب لوكا، ومن شأن هذا أن يضع الفيروسات العملاقة ليس ضمن مجال رابع فقط، بل ببساطة في لائحة الخاسرين في رحلة التطور أيضا. ما نقترحه هو احتمال وجود أشكال حياة معاصرة بديلة على الأرض، وفي لحظة ما وجدت نفسها ضمن المنافسة. كان هذا واحدا من أشكال الحياة، وهي إحدى الخلايا الأولية التي أنتجت لوكا. إنه سلف الحياة الخلوية، وإن الكائنات الأخرى التي خسرت المنافسة على البقاء اضطرت للتحول إلى كائنات طفيلية على الفائزين بهدف نشر جينومها. والاستمرار في الوجود مرتبط ولو بشكل مؤقت بالعالم الخارجي. ما زال النقاش مفتوحاً، لكن فكرة وجود صلة وثيقة بين الفيروسات العملاقة والعالم الخلوي تؤكدها الاكتشافات الجديدة التي تضع عالم الفيروسات العملاقة على مقربة منا. لقد انتشر عامل جديد في الدم البشري ووصل الدخيل إلينا. العامل المكتشف في مركز نقل الدم في مارسيليا سمي ببساطة فيروس مارسيليا، وبعد دراسة مستفيضة أثبت فيروس مارسيليا أنه أصغر من ميمي وماما فيروس، والأهم من ذلك هو أنه كان يحمل جينوما يسمى الوهمي، يحتوي على فسيفساء من الجينات ينحدر جزء منها من العالم الفيروسي والآخر من العالم الخلوي. يمثل فيروس مارسيليا إشكالية كبيرة لنا، لأننا بدأنا نعثر عليه في دماء المتبرعين، ثم وجدناه في خلية عقدية لطفل مصاب بالتهاب الغدة. نحن نعمل الآن على مضاعفات هذه الإصابات، وهذا مثال آخر يشير إلى أنك حين تفتح عينيك على عالم كنت ترفض الالتفات إليه، فإنك لن تجد مجرد أشياء بسيطة بل أكواما من الأمور الجديدة. هل يمكن أن تكون الفيروسات العملاقة في كل مكان؟ في كل بيئات الكوكب؟ أو أينما وجد مضيف محتمل؟ إن كان الأمر كذلك فلا يمكن للباحثين تجاهل بيئة تشغل 70% من سطح الكوكب. ونتيجة لذلك فقد انطلقت عام 2010 حملات واسعة عابرة للبحار لأخذ العينات، وقد اكتشفت الحملات البحرية 3 عوامل جديدة وجدت في المياه العميقة جنوبية المحيط الهادئ، حيث ظهر فيروس شيلينسيس من فئة ميجا فيروس الذي كان أكبر حتى من ماما فيروس، دافعا بمسألة الحجم والتعقيد الوراثي إلى حدود أبعد، وقد كان يتشارك الكثير من القواسم مع ميمي فيروس. اكتشفت العينتان البقيتان في مخبأ جديد تماما، الكائنات الحية الدقيقة البحرية الموجودة في العوالق الحيوانية والنباتية. ماتياس فيشر من ألمانيا كان المكتشف لأحدهما، وهو فيروس كافيتيريا روينبرغ جينيسيس، ويسمى اختصارا جروف، وهو اسم غريب مأخوذ من اسم الكافيتيريا. لا تزال بيئة الفيروسات العملاقة مدروسة إلى حد ضئيل، وفي الوقت الحالي عزلت معظم الفيروسات العملاقة في الأميبا، حيث لا تتطفل إلا على مضيف واحد، حيث يمكنك عزل عائلة كاملة من الفيروسات. يمكننا الآن أن نستقرئ أن كل هذا يرجع إلى تنوع الخلايا الأحادية التي لا نجدها في المحيطات فحسب، بل وفي البيئات البرية أيضا، ولدينا بالفعل أدلة على كائنات حية أخرى مصابة بفيروسات عملاقة، وبناء على هذا فلا بد من وجود تنوع هائل كنا نتجاهله. يمكننا القول إن هناك مسارين بقي أحدهما، ويتمثل بالفيروسات التي تصيب الأميبا وتتكون من الفيروسات التي لا تزال تتمتع بجينوم هائل من أكثر من 1,000,000 زوج قاعدي. تليها فئة أدنى ذات جينوم بنصف الحجم التي تصيب بدورها مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأوليات البحرية، وربما تكون هي ما يسبب التأثير الهام في السيطرة على تعداد العوالق في البحار. بهذا فإن لدينا عائلتين تنحدران من سلف واحد مشترك. كلافيري وشونتال إلى جانب باحثين هولنديين تمكنوا من تحليل الجينوم PGV16TA، وهو عامل جديد يصيب نوعا من الطحالب الأحادية الخلية فيسستيز جلوبوزا، ويوجد عادة في العوالق النباتية البحرية.
ومن خلال إصابة عوالق المحيطات تؤدي هذه الفيروسات العملاقة دورا مركزيا في تباين تكاثر الطحالب، وبالتالي في مستويات ثاني أكسيد الكربون، وبذلك يكون لها تأثير كبير ومفهوم قليلا في المناخ. في هذه المغامرة تظهر الاكتشافات واحدا تلو الآخر بتداعيات غير متوقعة، وفي مختبرات كلافيري وشانتال لم يتح لهما الوقت الكافي لتحليل كل العينات من قبل. وفي عام 2013 اندلعت ثورة جديدة، ثورة تمثلت في شكل كرة رجبي. بعد تحليل العينات الجديدة التي وصلت في وقت واحد من تشيلي وأستراليا، أجبر كلافيري وشانتال وفريقهما على الاعتراف بما هو جلي أنهم إزاء عائلة مختلفة بالكامل من الفيروسات العملاقة، وقد أطلقوا عليها اسم فيروسات باندورا. يذكر هذا الاسم بصندوق باندورا، فقد يترتب على اكتشافها عواقب لا يمكن التنبؤ بها، لكنها حتمية بالنسبة إلى علم الفيروسات ككل. ولم يكن شكلها غير الهندسي ميزتها الأصلية الوحيدة، فقد احتوى جينوم فيروس باندورا على 2500 جين، أي ضعف ما يحتويه جينوم ميمي فيروس، ما يعادل عشر الجينوم البشري. لم يسبق أن وجد فيروس عملاق يشبه الخلية. لدينا هنا انطباع بأننا نواجه شيئا يمكن أن يشبه الخلية، إلا أنه لا يشبه أي خلية نعرفها. من ناحية الشكل كانت مختلفة جدا، أسميناها NLF اختصارا لمصطلح شكل جديد للحياة باللغة الإنجليزية. ومن خلال دراسة دورة العدوى بكاملها استنتجنا أنه كان في الواقع فيروسا، لأن طريقة باندورا في نقل العدوى كانت فيروسية ومثل ميمي فيروس تماما. يسمح باندورا لمضيفه بتغليفه وابتلاعه في ذلك النوع من الفقاعات المسمى الفجوة اليبلوعية، وبمجرد أن تجري العملية فهي تشبه إلى حد بعيد تلك التي يقوم بها قريبه ميمي فيروس، حيث يفتح الجسيم الممر المباشر لينشر حمضه النووي. ومع ذلك فليس لدى باندورا باب، بل سدادة مخاطية تقع في أقصى قفيصته التي تشبه القارورة، ومن خلال هذا الشكل الفموي ينشر الحمض النووي عبر الأميبا. من تلك النقطة تظهر آلية عدوى مختلفة عن تلك التي يتبعها ميمي فيروس، حيث ينشر باندورا حمضه النووي في نواة ضحيته، لأنه وبخلاف ميمي فيروس لا يملك أدواته الخاصة لنسخ وتكرار حمضه النووي، لذا فعليه أن يقرصم تلك الخاصة بمضيفه. لكن هذه الأدوات موجودة على مستوى الحمض النووي للأميبا، وهي محمية نظريا في النواة الخلوية، لكن يبدو أن هذا الملجأ غير كاف، إذ لا يواجه حمض باندورا النووي أي صعوبة في اختراق النواة وإيقاف النسخ الجيني باستخدام أدوات القرصنة. وكفيروس حقيقي يقوم باندورا بعد ذلك ببناء بروتيناته خارج النواة مستخدما آليات ضحيته. في الوقت نفسه تبدأ نواة الأميبا المتأثرة بهذا الاحتلال بالتدهور. في حالة باندورا نواة الأميبا نفسها هي ما يتحول إلى ما يشبه مصنعا للفيروسات، حيث تكون جينات الفيروس متصلة حرفيا مع جينات المضيف، وهي حالة مواتية لتبادل الجينات أو حتى لإنشاء جينات جديدة في حالة أشبه بمعرض للجينات. في أضلاع النواة تحاك جزيئات فيروسية جديدة من الأعلى إلى الأسفل، من الفم إلى قاعدة القفيصة، وقبل النهاية تحميل نسخة من الحمض النووي الفيروسي في كل مربع جديد. ليست نواة الأميبا سوى ظل لما كانت عليه سابقا، ولم تعد تملك حمضا نوويا فعالا. وكما يجري مع ميمي فيروس تغزو الجزيئات الجديدة الزائدة الأميبا إلى أن تنفجر. أثار فيروس باندورا الكثير من التفكير، أيمكن أن تكون الحياة قد ظهرت عدة مرات على الأرض وبشكل مستقل عن بعضها بعضا، وأن تكون هناك استراتيجيات اتبعتها أنواع معينة من الأسلاف ولم تتبعها أنواع أخرى؟ حين تواجه فيروس باندورا فسيتشكل لديك انطباع بأن الاستراتيجيات المتبعة من قبل هذا الفيروس لا تمت بصلة لتلك التي يجري توظيفها في العالم الخلوي. أمام ميمي فيروس ومن ثم شيلينسيس من فئة ميجا فيروس،
كان الباحثون مرتاحين بدراسة الفيروسات العملاقة كأحفاد للخلايا القديمة التي فقدت جينات معينة وقدرات معينة بعد أن مرت بمسيرة تطور مختزلة. أما باندورا بجيناته الهائلة والمجهولة فقد صعق الجميع، فأمام فيروس باندورا لا مزيد من الحديث عن تطور اختزالي. على العكس تماما، نحن نواجه كائنا يبدو أنه قد اكتسب جينات جديدة، جينات غامضة. من أين أتت؟ هل قام بسرقتها؟ هل قام بإنشائها؟ تضعنا الفيروسات العملاقة أيضا أمام سؤال لم يطرح من قبل بشأن ظهور الجينات. نحن نعلم أن الفيروسات العملاقة يمكن أن تندمج في جينومات خلايانا، وقد وجدنا جينومات حقيقية النواة، حيث يمكن للفيروسات العملاقة إنشاء 200 جينة أو 300 أو 400 وبروتينات جديدة ونشرها داخل كائن حي دفعة واحدة، وهذا خليق بإحداث تغيرات كبيرة. لإعطائكم فكرة، إن أخذنا الجينوم البشري فإن 2% فقط منه تتوافق مع أنواع الجينات لدى حقيقيات النواة، أي مع الجينات التي ورثناها من سلف جميع الكائنات الحقيقية النواة التي نتشاركها مع الحيوانات، و8%، وهذا يعني 4 أضعاف النسبة، تلك فيروسات نسميها الفيروسات الراجعة أو المرتدة، وهي تنتمي للعائلة نفسها، فيروسات مثل فيروس الأيدز. لذا فنحن نحمل حالات العدوى السابقة هذه، وهي تؤدي دورا كبيرا في تطورنا. من الواضح أن الفيروسات العملاقة تلزمنا لإعادة تعريف مفهومنا عن التنظيم وعن تطور الحياة وعن تصورنا لمفهوم التطور المشترك. مفهوم التطور المشترك مهم جدا، ولا سيما في حالة الفيروسات، حيث يمكننا أن نرى أن الفيروسات تتطور مع الكائنات الخلوية، ويحدث التطور المشترك بين الفيروسات والخلايا، وبين الفيروسات العملاقة والفيروسات الآكلة، أو بين الفيروسات والفيروسات، وربما بين الخلايا الطفيلية والخلايا المتطفلة، وبين الحشرات والنباتات والحيوانات أيضا. جميع الكائنات والكيانات الحية تتفاعل معا على نحو دائم وتتعاون معا بصورة مستمرة، هذا جلي تماما. بين تموجات أنهار السيبيريتين اللامنتهيتين قام فريق من الباحثين من معهد بوشينو لعلوم الأحياء الواقع إلى الجنوب من موسكو بحملة كبرى لأخذ العينات مما يسمى التربة الدائمة التجمد، وهي الأرض التي تبقى متجمدة في أقصى الشمال. العينات التي جمعت عن عمق 15 مترا تحت سطح الأرض أشبه ما تكون برحلة عبر الزمن، فكل شيء قد تجمد على ما كان عليه قبل 30,000 عام، وكأنه فتات متبق من العصر الجليدي. وهنا كانت ليوبا شماكوفا المكتشفة التالية لعامل جديد، العامل الذي وجد في الصقيع بيتوفيروس. يحتوي جينوم بيتوفيروس على 500 جين فقط، وبالرغم من تشابهه مع فيروس باندورا من ناحية الشكل، إلا أن طريقته لإصابة ضحيته أقرب ما تكون لطريقة ميمي فيروس، فلتكرار نفسه يقوم بيتو فيروس ببناء مصنع الفيروسات الخاص به من دون استخدام نواة الأميبا، وبالتالي ينشئ عائلة جديدة من الفيروسات العملاقة وهي الثالثة. كان البحث في مجال الفيروسات العملاقة اكتشافا مدهشا لي. حين التقيت جون ميشيل كلافيري لم أكن مدركة حتى لوجود كائنات كهذه، وحقيقة أن يجري حفظها في الرواسب الصقيعية كانت مفاجأة بالفعل. ومع ذلك فإن لدينا الخبرة الكافية في هذا المجال ضمن مختبراتنا. في بعض الأحيان نعيد إحياء الكائنات الحية والكائنات الدقيقة والبكتيريا التي تصلنا من عينات أقدم يصل عمرها أحياناً لبضعة ملايين من السنين، أجل ما زالت حية تتكاثر وهي قادرة على إقحام نفسها في النظام البيئي الحالي. بعد أقل من عام توسعت العائلة مرة أخرى، لا بل كانت عائلة جديدة كلياً من الفيروسات العملاقة التي جلبتها ليوبا وفريقها إلى الحياة، وبدأت وسائل الإعلام توليها الاهتمام.
العلم، ماذا سيحدث إن ارتفعت حرارة الأرض المتجمدة في الشمال العظيم وكانت خليقة بأن تحرر فيروسات غير معروفة كانت خاملة منذ آلاف السنين؟ هذا يكفي لإثارة بعض التساؤلات، هل وضحت لنا؟ هذا هو الفيروس الذي تدور حوله التساؤلات ويطلق عليه اسم مولي فيروس. تخيل أن عمره 30,000 عام، إنه كبير أكبر بألف مرة من فيروس الإنفلونزا ويحمل حوالي 500 من الجينات ما يضعه في فئة الفيروسات العملاقة. هذا الفيروس غير مؤذن للإنسان. في الأنظمة البيئية الحالية للتندرا في المناطق التي كانت تتكون من التربة الصقيعية منذ آلاف السنين، نشهد ذوبانا ثابتا لهذه الكتل المتجمدة. على امتداد ضفاف الأنهار والشواطئ البحرية كل عام نشهد كتلا ضخمة أطنانا من مساحات الجليد الذائب، انهيارات، ومجمل التنوع البيولوجي المتكون في الرواسب يخترق النظام البيئي ويصبح عاملا نشطا. وهذه ظاهرة عالمية، ولا سيما اليوم أمام اتجاه العالم بأسره نحو الاحتباس الحراري، يمكننا رؤية هذا في كل مكان. وقد ظهرت وظائف جديدة مرافقة لهذه الاكتشافات، فمولي فيروس السيبيري وبيتو فيروس يظهران لنا قدرة على البقاء على قيد الحياة منعزلة في شكلها كجسيمات فيروسية غير نشطة. وفي ظل درجات حرارة متجمدة وبعيدة عن الضوء ولحقب جيولوجية فعلية، حين تتغير هذه الظروف يمكن أن تنشط من جديد في أي لحظة في حال وجود خلية مضيفة. يبدو كل هذا دليلا على فرضية خلودها. يسلط هذا الاكتشاف الضوء بالدرجة نفسها على نسبية معرفتنا بالتنوع الحيوي المجهري. بمجرد استكشافنا لبيئات جديدة سيبقى علم الأحياء الدقيقة الأرضي مجهولا إلى حد كبير. إنها فترة رائعة لكل من يريد دراسة العلوم. إننا نسير في الوقت الحالي على درب من الاكتشافات. ينبغي أن نكون حذرين كما لو كنا رسامي خرائط في القرن السادس عشر، ما يعني أننا بحاجة إلى التمهل إذ لسنا ملمين بكل تفاصيل الجزر. ومن المحتمل أننا سنستكشف جزرا أخرى تنبثق على سطح الماء وأن يختفي بعضها، ما يستدعي تغيير الخرائط. كل من قرر رسم خريطة للعالم في القرن السادس عشر كان مصابا بالجنون، ففي كل عام كان شيء جديد يكتشف. إذن فمن غير العقلاني وضع النظريات العامة حين تكون الحقيقة أننا نكتشف أشياء جديدة يوما تلو الآخر. وهذه الاكتشافات الجديدة كل يوم تعني أن معرفتنا في الوقت الحالي غير مستقرة، لذا يجب أن نأخذ بعض الوقت قبل إعادة صياغة النظريات، وهذا شيء أوافق عليه. هذه الفيروسات العملاقة التي لم يحلم بها أحد قبل حوالي 12 عاما مضت تعيد رسم الروابط بين العالم الفيروسي وعالم الخلايا الحية. لقد شككت في تعريفنا لما هو حي ودفعتنا للاعتقاد بأن ظهور الحياة على الأرض ربما كان مصحوبا بتنوع أكثر غنى بالأشكال الحية مما كان متوقعا في السابق. نحن نرى أن الفيروسات العملاقة تمثل في الواقع جزءا لا يتجزأ من العالم الفيروسي، وأنها في ضوء هذا ومثل الفيروسات الأخرى يجب أن يكون لها دور استثنائي إلى حد ما فيما يتعلق بتشكيل شجرة الحياة، ليس عبر انحدار مباشر وفق الطريقة التي يمكننا من خلالها تصور مجالات الحياة الخلوية، بل من خلال مسؤولياتها عن كميات هائلة من الانتقالات بين المجالات. لذا بشأن تحديد موقع الفيروسات العملاقة على هذا المستوى، نحتاج إلى تشبيهها بنبات معرش يمد فروعه باتجاه الكائنات الحقيقية النواة. هناك يمكننا أن نجدها، وهناك كانت تفاعلاتها وتجلياتها الكبرى. إن رأينا الأمر من هذه الزاوية، فإن الفيروسات العملاقة أدوات أكثر استثنائية حتى، وهي تسمح لنا أخيرا باتخاذ خطوة باتجاه تطور العالم الفيروسي مع العالم الخلوي في آن واحد. لقد عمقت هذه الفيروسات العملاقة أفكارنا عن بدايات الحياة على الأرض وعن تطور الحياة. فبدلا من مجال حياة رابع، تكون الفيروسات العملاقة عالما منفصلا يتفاعل بصورة وثيقة مع العالم الخلوي.
قد تمهد دراسة هذه الفيروسات أيضا الطريق للبحوث الطبية التطبيقية، أيمكنها أن تساعدنا حتى على فهم أصل الخلل الخلوي أو لتوضيح أصل الأمراض التي نصبت خطأ في السابق لعوامل ممرضة، ومن يدري أيعقل أن تمكننا أخيرا من علاجها؟ بما أن أحدا لم يكن يبحث ولم يمتلك الأدوات اللازمة للبحث عن فيروسات عملاقة داخل جسم الإنسان فلم يرها أحد، والآن بعدما أصبحت تلك الأدوات متوفرة بين أيدينا فقد وجدنا روابط بين ميمي فيروس والالتهاب الرئوي أو بينه وبين الحمى الغريبة. وجدنا الآن أننا نستطيع إيجاد فيروس مارسيليا لدى الذين لا يعانون أعراضا مرضية، وقد وجدناه لدى مرضى سرطان الأعصاب والمصابين بداء هوتشكين، وهذه ليست سوى البداية. بالنسبة إلى الباحثين، يبدو أن الفيروسات العملاقة تنبع من منطقة غير مستكشفة من الحياة، من منطقة محيرة وغير محدودة، وهي تمر بنوع من النهضة البيولوجية. لقد بدأت قصة اكتشاف الفيروسات العملاقة للتو. علينا أن نتوقع وجودها في كل مكان في مختلف أنواع البيئات. يبدو أننا لم نكتشف أفرادا جديدة من العائلة التي سبق أن فرزناها فحسب، لذا علينا أن نمضي قدما.